تطبيق سومر. يا هلا، أبدأ بنثر التحيات العاطرات على الصديقات والأصدقاء، وأخص الناشطات والناشطين، وأخص أيضا المحاميات والمحامين الشرفاء الذين يتعرضون للأذى والضغط وتشويه السمعات من أوسخ العمائم والناس بالتاريخ. يأتي معمم عجمي، عجمي روحيا، هم يا ريت بالجنسية، يعني يسمي كل من لم يبكي على رئيسي، مو هم الساكت، فروخ. يعني شنو فروخ؟ ويجونا قذري التربية يقولون لسانكم وانتم بذين، ويكم رضيعة تباخذونها، ما رأي تردون سقطونها بالمتعة. شعب العراق يسمونه فروخ، يعني شنو؟ من يقابل قليل الأدب بأدب جبعا. المهم خلوني بتحياتي إلى اللواتي يتظاهرن ليطشن الشرف بالعراق. أيتها الطيبات الطاهرات، لا يهمكم الكلام، العار عارهم، الخزي خزيهم. وأحيي أحمد البشير، عاد في الوقت المناسب. نعم عاد أحمد، لأن الشيعيات العراقيات يحتاجنك، فهلا بك يا أحمد. وأقول للكل، وكما أنا مستعد لمناظرة أي معمم ومرجع، أناظر كل من يكتب وكذا يدعي بالثقافة، أحمد البشير أول إعلامي يخطو خطوة لأن يكون أول إعلامي مثقف. فلذلك أتوقع له من الآن سيصعد اسمه ويصبح عالميا. يقول عنده يصيح بات، اختصر المصيبة كلها بمحور المفاخذة. قولك انت شنو؟ أشكرك، وأنت لا تحتاج شكر، العراقيات بشاربك، الشيعيات بشاربك. حملة تفخيذ بناتهم الرضيعات وسقطوهم بالمتعة، يضربونهم بالتعيينات. هم ليش ما يريدون البنات يتعينن؟ كلمتك صحيحة ابن المتعينة، شلون تتعين وتروح تدور متعة وهي عندها مصدر رزق؟ طبعا كلها هاي مرتبة. أنا أشكرك لأنك أعطيتني مثالا حيا كنت أبحث عنه لأعرف المثقف، يعني أخصص حديث لهذا الجانب قريبا، لكن أبدأ بالأهم ثم المهم. تحيات ما تخلص. أبدأ بالبدء. يقول لك الفقه السني وابن بخاري ومدري ياهود. عمي، أنا عندما أتكلم عن الفقه الشيعي وعن الفقه السني، السنة كافين خيرهم شرهم، يعرفون الفقه صار بزمن البعرور وبزمن الماكو لبسان وحتى بالحجار يتمسحون، فما حد منهم انطوني اسم نائب معمم سني عراقي يقول نريد الفقه السني مالتنا نسويه قانون بالأحوال الشخصية. انطوني واحد. فأنتم شنو يعني نجاملكم على مود مرجعكم يشجع على الدعارة وتفخيذ الرضيعات، وروح نحكي لكم على غيركم، وروحوا قشروا نفسكم. الشيعة انتم المستقتلين، عمايم وغير عمايم، هاي عمايمكم ترس التلفزيون، نريد ونريد ونفرض وما نفرض. فلا حد يقول لنا احنا مو طائفيين. بخاريكم وما اريد اتكلم عن الفرق بين الفتوى والرواية. المهم الناس حتى ما ارادوا يقدمون مدونة بصراحة،
لكن هددوهم ابن المرجع قال لهم ودوا خبر سنقطع ونقص ميزانية الوقف السني إذا ما تقدموا المدونة. فراح يقدموا المدونة من سطر يعني يقولون زواج 17 وما عليهم. هاي هؤلاء عندهم شغلة تعلموها سنة، لا يزعجون ناسهم ولا يطعنون بعرض ناسهم ولا يحتقرون نسائهم. هم يقولون ماخذين حديث للنبي لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال لك لو أكو ضلالة ما تجتمع الأمة، فإحنا السنة ما شكوا، إذن مجتمعين، إذن مو ضلالة فليبقى القانون. هذا قمة العقل وقمة يعني محاربة سفاهة الفقه السفيه بأساسه بالعقل. على كل، حتى لا تقولون جيبوا لسني يريد فرض تغيير القانون ويريد يسوي فقه قانون، ذاك الوقت نحكي نطلع لكم كل خياس الفقه السني. فإحنا الآن نطلع خياسكم، جوزوا من هذا وتخلصونا منه. الموضوع اللي أنا أريد أحكي فيه الحقيقة هو شوية يعني أنا فعلا أنا خبير بألاعيب المرجعية، خبير بتورية المرجعية، خبير بكلاوات المرجعية. فأي محامي، أي ناشطة، أي ناشط يواجهك أي سؤال، يواجهك أي كلاو، يواجهك أي سرابيت، رجع لي وخليك قاعدة على راسه، يظل شو اسمه مالت اللي فوق، تناحت اللي فوق، كل كلاواته معرفة. إذن لأراح هذا الحديث هو أريد أبدأ ببعض الكلاوات اللي دي نشروها شوية وأجي على المهم. شوف يكلموك بالاختصاص، خذوها مني، ماكو شغلة اسمها اختصاص بالعالم من تتعلق بقيمة الإنسان وحياته وعرضه وشرفه وخاصة بالأطفال، ماكو اختصاص. يعني أنا أشوف واحد يختصب طفل، طفلة يريد يفخذها، أبوها سرسري كلب ابن الكلب قرأ الفتوى تسمح له ويلعب قمار خايس ما أدري شنو، يعني خشلة ما يسوى، بس أكو وطبع وراح وسوى على بنته تفخيذ. واني دا شو دهريد روح يفخذ، اسكت لانه مختصاصي، بيت يحترق لازم ما اصيح يا ناس هذا البيت احترق وحرك فلان، يا اخي اسكت انت مو اطفع اختصاص. وهم بكل شيء مسلتون، لا قارين كتاب لا فهم، سلونه ما يفرشوها، وسخين صدقون وسخين، بيهم يطب للتواليت يشطف ما يغسل ايده، ما يعلم امه ومرته يقولها ترى انت من الطبين للتواليت يا امه هذا صابونه غسل ايدك، لا لا. وبكل شيء يحجون، كل يحاجيك بالثقافه، انت مثقف ما مثقف، انت ما ادري شنو، روح بخاري هو على اساس استاذ، وبكل شيء ماكو مطاي. هاي ما يرد اختصاص، صاروخ صاروخ يروح للفضاء، مو اذا انصرفت عليه دوله فلوس وعندهم اطفال جياع تقول عار عليكم تسوون صواريخ واطفالكم جياع، هذا ما له اختصاص، انت تحكي عن الانسان. اوكي والدين ترى الدين ترى شوفوا التخصاص الفقه هو مختص للناس الاغبياء الكسالى اللي عقلهم بقضيبهم بس لا فهموا لا علم ولا درايه، وجيبوا اي واحد منهم بالحياه ترى اخشه يعني بصراحه زمايل واكثر لهم زمله وغباء يتدرج لان يصير مرجع اعلى فوق الاعلى، يصير آية الله كل ما ازداد غباءه واجرامه وحقده على الناس وكره للحياه. الدين هذا الخاص يكون به كل الفقه ترى قسمين، هسه راح اخبركم اياه قسمين، خلي يجون يقول لا عبادات ومعاملات، هسه تدري طب الفقه تدري تقرا عبادات ومعاملات. العبادات تخص الانسان الوحده، لذلك هاي احنا نحترمها ما عندنا اي مشكله بها لانها مساله حريه شخصيه ما لنا غرض بي فرد يعني هاي العبادات فرديه، المعاملات اشخاص ترتبط بالاخرين لذلك نتدخل. شلون يصلي ممكن وحده، يتوضا وحده، يصوم وحده، يحج وحده، يسوي دعاء وحده، ما له علاقه به. اذا انت كل العبادات ما لك علاقه به، هذا الدين اللي خلص به ما له علاقه به، كيف شو يسوي خلي يسوي مهما كان، هاي على البوذي على المسيحي على الشيعي على السني ما له غرض به. المعاملات
ليش ما عمل التعامل تروح على افراد على ناس اخرين؟ يعني فقه تاسيس الشركه، نعم يعني يصير واحد الواحد يقول انا شركه احنا شركاء، ما يصير. ياجر بيت، لازم اكو واحد ياجر لنا صاحب ملك او ورثه ياجر من الاشخاص. يشتري بيت، يعني يشتري بيت من روحه، ياجر من روحه، اكو طرف اخر. الزواج، يصير الزواج نفسه؟ نو. اذا انت وين تروح؟ شو يسمون الشيعه الزواج؟ يسمون النكاح. فانت تروح على الرساله العمليه، ما لك علاقه بالعبادات، كل هذيك ما لك علاقه بها. المعاملات، شراء شركات، ما شراء شركات هم ما لنا علاقه بها. المدونه وين راح تجي؟ راح تجي على ما موجود بكتاب النكاح. وكتاب النكاح طبعا تلحق به اشياء اخرى بصراحه، منها الميراث، الطلاق، كتاب الطلاق يسمونه، الميراث، الخلع، الملاعنه، او من هالسوالف هاي. هذا اني ينقرن واحد يعرف شو بين ما بين. رايت؟ هاي شغله. فانت شغلتك هسه راح نرجع النكاح. بس اذا نبه المحامين والمحاميات والكل اول مره للمدونه، المدونه السنيه لا تدخل بها، ما راح يخطبون. المدونه الشيعيه لقيت لكم انا خبير بخداعهم وكلاواتهم، كلها خداع وزيف وكذب. هو لانه راويتكم بالحلقه مال الشيخ علي وطلع رشيد الحسيني، اغا علي، اغا علي ورشيد الحسيني الحلقه ايش قد حلو من هذا من يحكي، يقول ان المزيهيه ما ادري ايش يحكي، ما ادري، ما عندنا هيك عراقي، يقول كذبوا، كذبوا عليهم، نكذب عليهم البهتان، كذب. فراح يمارسون عليك التوريه والبهتان، لانه يقولون شرح الامام الصادق وقايل اللي وقفوا بوجهكم اذا مره قولوا عنها زانيه، حتى لو هي مو زانيه، لو هي يعني شريفه كشرف، شرف الزهراء، رجل شريف قولوا عنه لوطي، شدد قولوا عنها انا. فلذلك لازم تنتبهون. ليش؟ لان يقول لك ندري تخدم المذهب حتى صلي خمك. ويجيك يواجهك يقول لك يا اخي اكو نبي على مرتك على اخته، لان على مود يحمي دينه. وخلى مرته تركب بحجه انها اخته، عاد يحمي دينه، هم يجوا مفسرينه. فانتبهوا. انتم راح يوقعوكم على بياض اول مره، يقول لك المدونه راح تجي ورا 6 اشهر. او مده. هذا بياض اول، لا تقبلون. اللي وقع على بياض زمال. ماكو عذر. اترك لصي نائب، اطلع. اطلع ولا تصير زمال. اكو بياض ثاني. فاذا حاله ما موجوده بالمدونه، وين يتم الرجوع؟ الى ما اشتهر بين الفقهاء الشيعة. زين اذا هاي بين فقهاء الشيعة هماكو، وين ترجع؟ الى السيستاني. خلينا عبارة تورية مو واضحة، لانه هو على اساس ما يتدخل، يوم عودين هو اكبر من هالسوالف، يعني هذا العظيم. قايلين على الذي ترجع للذي يقلده الأكثرية والأغلبية من شيعة العراق، يعني السيستاني مثل ما النفط. فلذلك من ما راح تلقى ترخيص، ما راح تلقى متعة، مو معناها انتهت، لازم ترجع بالنهاية ليش قايل السيستاني. لنضرب مثلا للقاضي، نفترض نفسك قاضي، قعدت أنت قاضي وفق التعديل العظيم، اجتك مرية قالت لك زوجي فد واحد كذا كذا، فوجئت لأسباب ماخذ محشش مخدرات سرسري، اتفق ويا واحد عمر بنتي سنة، عقد عليها وهذا لقيته يفخذ بيها. شو سويت؟ مو ترجع القاضي، ما يرجع لبعد القانون الوضعي ويحاسبه رأسا ويسجنه هو ويدز على زوجها، وشرحناها سابقا. لا، راح يرجع للمدونة. بالله المدونة شو تقول؟ اخ هاي ما موجودة بالمدونة، وين اروح؟ شوف 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 استفسر اللغيات والتسربت، خلي اشوف المتفق عليه بين علماء الشيعة،
يابا همي يجوز واحد ما قايلها واحد قايلها عمي خلنا نروح للسستاني، راح تلقاه عند السستاني يحق له ما دام قبل 9 سنين يلعب بيها جوله يمصمص يشمشم يفخذ يحكك خلاص. فانت كقاضي تقول لها طلع برا، واذا ما سويتها يطيحون حظك. شايل من هم عايمين ليشاتهم، شاو محور المفاخذه عيل من واقف. تلاحظون شلون انتم ملعوبين؟ شلون تقولون متعه؟ يقول لك يا اخوان يا اخو متعه يا اخي، يجيك واحد يقول لك قابل احنا راح نخلت عليه من الضوء. لا نور السعدي اضحك على روحك، هاي بالعبادات، انت ما راح تجيب العبادات. رد احكي باختصار اليوم وياكم. اذا اتهمتوا راح تقعون على بيضين. اذا هاي ما تشيلوها، اذا ما موجوده 99% من الشيعات راح يسقطوهم بالمتعه والاطفال كلهم فقدوهم. هاي ارداتي على مساله اخرى. سمعوا افتراضات يا اخي، هاي افتراضات ما تفقد رضيعه، لا عيوني لا. اولا هي بالرساله العمليه، الرساله العمليه عمليه عمليه يعني مطبقه، هي مثل الكتالوج اللي تشتريه ويا تلفزيون، يعطوك اياه ويا التلفزيون، يصير يحكي لك على دقمه ما موجوده. عملي فهي مو افتراضات، هاي اولا، هاي اولا. لذلك محمد صادق الصدر في رسالته العمليه اسمها منهج الصالحين، هم يختلفون، الثاني منهاج مشعل حكيم الخميني تحرير الوسيله مو مشكله، طبعا راي الاول يساوها العروه الوثقى الى اخره، سمى منهج صالحين. افترض ما الفضاء، فرضيات، ماكو حياة على الفضاء ولا كان فضائي جاي ولا تصير. الرجال خلاها بكتاب على صفحة، ما حطها برسالته العملية. احنا ما لقيناها بكتاب اخر عند السيستاني، لقيناها بالرسالة العملية. زين، شيء ثاني، افرض افتراضية مال محمد صادق الصدر، الاحكام هم افتراضية؟ الباكر نزلوا من الفضاء مقلدين يطبقون احكامه، يعني هو الحدث افتراضي مو الفتوى الحكم الشرعي. أمانة علي من لقيت الناس الزواج تقدر تعالوا تعالوا تعالوا، والله العلي العظيم اخليك مرتك ما تعطيك جنس وتقطع عنها النفقة. لا لو شنو عندكم انتم النكاح؟ تنطيك تدفع عليها بس اكل، وهذا ما تنطيك ما تعطيها، وهذا كل شرعكم، هذا كل الفقه، هاي بعدين جاي عليه. هاي مسألة الافتراضي الاحكام. ثانيا يعني حتى الافتراضها الصدر بعيده يعني بعد الفضاء، بس ما يقدر واحد يقول ماكو. لكن انت سويت احصاء بعدد المرضى الذين يعجبهم يمارسون الجنس مع الطفله اللي عمرها يوم؟ عندك احصاء؟ العراق من اكثر البلدان العربيه والاسلاميه، البلدان العربية الإسلامية يكثر فيها اللي أنا بيها كبت، وهاي عندها أعضاء يريد يشوفهم، مريض مريض مرضى. فأنت ذول المرضى فتواك حولتهم إلى أسوياء ولا يجوز محاسبتهم، بس يتفقون ويا أبوها. أي إذا وين الافتراض؟ هل موجودة متروسة السجون؟ أول مذهب يشرع البيودوفيليا بالتاريخ، بالتاريخ من انشئت البشر اليوم الشيعة، فقهاء الشيعة بيدوفيلي يحللون، يعني يقدرون انسان خطيئة مريض يريد يمين وحدة عمرها سنتين، يعني نخليها بس انت ما راح تخلونها بالمدونة صحيح؟ لا تقول لي ما يقبل ما يقبل مرض، خليه يحكي القضاء. وبمحافظات تعتبر مقدسة اكو اكثر من 15 حالة فاخذوا البناتهم، سموها مقدسة، بارسة الجنس ويا بناتهم صغار، هو مو قال حتى يقعدها بحضن هذا نور السعدي؟
ليش؟ يقول لك حتى من يقوم يعتبر حلال عليه، ولا شنو اللي عاد يقول قاعد بحضنه هو؟ ايش الزفر؟ العدو شو يقصد؟ يقول حتى من قاعد بحضنه يصير حلال، معناه هذا قوم. نعطيها هاي شغله بسيطه، ابوي يقول له متعتك اياها، روح قوم عليه يصير حلال. سيس ثاني يقول حشل طيبين. المهم خلونا نرجع اليوم هذا تلزمون النكاح. نكاح اسمع مفرداتهم، هو شنو العقد؟ تجي تقول له أنكحتك نفسي، طبعا هم حتى زمايل بالفقه، هذا الدراج ذاك اليوم يقول لازم اللي يعقد عند اللحية المطي. هي من زمان قالوا يا أمة ضحكت من ضمن جهل الأمم، هي ليش هو هذا ضروري وجوده؟ أنتم عندكم ضروري وجود اللي يسوي العقيد المأذون؟ لا، هي تجي تقول له، يجي الأب يقول له أنكحتك ابنتي اللي عمرها يوم، وهي تجي تقول له أنكحتك نفسي، يقول لها قبلت، يعني أريد أن، وتقول له قبلت هاي 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 مجموما. شو العلاقة؟ شو العلاقة؟ سعود السنة يسوون إشهار وما أدري شنو، خاصة أنتم. المهم أنكحتك نفسي، يعني ترجموها بالشعبي لبناتكم، وشماله بالفقه يقول وطاءها وطعها. قرأتوها فتوى وراح نقراها. فإن وطاها، وطا يعني داس، احتقار، يدوس على راسها. شلون تقول لك داس عليها بالقندرة؟ وطاها. ليش ما أوطأتك نفسي؟ تعال أوطأني. شو الحقارة؟ راح نجيب لكم نص يقول الحيوانات بالفقه الشيعي، الحيوانات بها للركوب وبها للأكل وبها لقضاء الحاجة وبها للنكاح كالمرأة، فالمرأة حيوان. وديننا يعتبر أفضل دين بالعالم لأنه أول من جعل المرأة حيوانا. شلونكم وجب الدليل؟ هسه هاي بعدين احطها. خلنا نجي. نكحتك انا وطن. انا دورت بكل الكتب. طبعا النكاح يعتبر احتقار. النكاح بالاسلام يعني انت من احتقار ذلال، هم يقولون لك حيوانه. يعني التي تنكح حيوانه. وطعه. ما قرأت ولا كتاب يقول علي وطأ فاطمة. يابا يسبوه. هاي بس عليك شيعيات مبروك، دافعا دافعا باطن متعب. روح عن الوطأ، انت ما الوطأ وطأ علي ما يقولون لأنه حيوان المرأة. الحسن والحسين والزينب ولدوا على طريقة المسيح، هلا مسا علي. روح شوفوهم مناظراتهم ويا السنة كتبهم. زين، من ضمن كلاواتهم انه التفكك الاسري، ونريد التفكك الاسري. هذا كتاب النكاح تروح تشوفوه، اذا لقيتوا بيه اسم الاسرة عتبوني. كتاب النكاح طلاقه مو بي طلاقه تهدي بالاسرة، كتاب النكاح، كتاب النكاح كله انه نكحتك ما يصير ببلاش، يصير زنا، لازم يحددون فلوس. نكحتك وهي قد تطيني، فصارت العمليه. كل الكتاب كله كله اختصار النكاح. اذا هاي زوجته يعطيها فلوس، ما تخليه ما ينطيها ولا يعيشها، هو هذا كل الكتاب. ليش بي لازم انه لازم يعني بالكلام وانا وانت نكون اسره ونهتم بتربيه ارطمالنا ونتعهد بان نتعلم ونقرا
ونطلع على ما في العلوم من التربية، وأن تكون بيننا ألفة وإخلاص، وأن لا نخون بعضنا، وأن وأن. اتصلت بصديقة مسيحية، قلت لها تسألك سؤال، ما هي مش كنيسة قريبة؟ قالت ها، شو تريد بخور؟ أنا دائما أطلب منها من بخور الكنيسة شوي، راحت يعني هيك بخصوصية، يعني ما أعرف، ذكرني بأيام معينة. قلت لها لا، أريد بيك تجيبي لي أنت من زوجتك وزوجتك، إيش تحجون هم بها أن أنكحتك نفسي؟ قالت لا، عندي موجودة، ليش أروح الكنيسة؟ موجودة هسا، أكتب لك إياها وأدز لك إياها، عندي تسجيل فيديو مال هذا الزواج، دزت لي أحد. بارك الله فيك. عاد بعض، هو يبدا مو هي، الزوج سمارد اقول اسمه واسمه لا صير بلوه، اتخذك يا زوجة لي، واريد ان احبك في العسر وفي اليسر ما دمنا حيين، وهذا الخاتم اقدمه لك عربونا للعهد الذي قطعناه. ترد علي هو نفس الكلام بس بلغة أنثوية رقيقة، تقول له أتخذك يا زوج لي، وأريد أن أحبك في العسر والفسر ما دمنا حيين، وهذا الخاتم أقدمه لك عربونا للعهد الذي قطعناه. ما بي يرجع يقولها أريد أن أتقاسم معك الحياة في الأفراح والأحزان، وأن أكون مخلصا لك الى ان يفرقنا الموت. ترد علي تقول له انا احبك، اريد ان اتقاسم معك الحياه في الافراح والاحزان، وانا اكون مخلصه لك الى ان يفرقنا الموت. هاي نقراها بطقوس التحور السومري، تحس الانسانيه ترفرف عليك، مو تحس جيفه حياة من وتبخيذ ونكاح ووطأ ونفقة وأنفق عليك كذا، ما خليتيني وما خليت. هذا لذلك دعوني أطلع لكم أقرأ لكم شلون المرأة حيوانة، شلون المرأة بالفقه الشيعي تعد من صنف الحيوانات، ويجب أن تذل بالنكاح وتنضرب وتنهان، وهذا ما يميز إنسانية الدين الإنساني الإسلامي حسب رأي الشيعة، لأنه اكتشف هذه الحقيرة اللي دا يقدرها العالم، وهي لا تستحق التقدير، إنها مجرد حيوان خلقت للنكاح. شيرازي بالمكتبة الشيعية بالفقه، تفضلوا تفضلوا، هاي المكتبة الشيعية، وبصراحة لازم أقول تفضلا يا الشيعيات، لأن كلش ضروري حتى تعرف قيمتشن الإنسانية. أنت مو إنسانية الشيعية بهذا الفقه اللي دافعين عنه، ولابسة حجابك وطالعة لطمين ومكيفة. تفضلوا، هاي المكتبة الشيعية، هذا منه يا كتاب الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، صدر الدين محمد الشيرازي. هم عجمي أنت، دليلات العجم، ماكو عربي عراقي، جزء الثالث صفحة 136، اللي راح يوصل هنا يتكلم عن الخليقة، ومنها تولد الحيوانات المختلفة، يقصد الأرض، وبث فيها من كل دابة، بعضها للأكل، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، وبعضها للركوب والزينة والخيل والبغال لتركبوها وزينة، وبعضها للحمل تشيل أثقال، بعدين راح يشيلوش غير شيء هم ذولا، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إنه ربكم يا عيني إيش تموتون على ربكم، لرؤوف رحيم، وبعضها للتجميل والراحة، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، لا صار تكلم عن الحيوانات، وبعضها للنكاح. يعني الحيوانات خلقت تنكحوها تطؤوها، حيوانات راح تجيك تقول لك انكحتك نفسي، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يقول المقصود بها حيوانات،
للنكاح. بقى يشرح اخاف تقولون هذا رقم واحد، هذا شرحها. يقول في ادراجها في سلك الحيوانات ايماء لطيف الى ان ايماء لطيف الى ان النساء يا شيعيات لضعف عقولهن وجمودهن على ادراك الجزئيات ورغبتهن الى زخارف الدنيا كدن ان يلتحقن بالحيوانات الصامته حقا وصدقا. اغلبهن سيرتهن الدواب، ولكن كساهن صوره الانسان لا يشمل اذ من صحبتهن ويرغب في نكاحهن. انت حيوان بس الله سواك حلو حتى يقدر ينكحك، لان قم نفسها تلعب يقول اشمئز. ومن هنا غلب في شرعنا المطهر جانب الرجال وسلطهم عليهن في كثير من الاحكام كالطلاق والنشوز وادخال الضرر على الضرر وغير ذلك، خلافا لبعض الاديان. ارضي حاجه الشيعيات تجنت مصرنا بالتلفزيون والمرأة كرمها حيوانة، انت مخلوقة لل مخلوقة، وهذا الله حطاك عليه حلو حتى اني شيعي من عجي اطاوكي نمشي ما تلعب منك لانش حيوانة. هسه طبعا راح يقولون لك ليش مو ذاك رضاعي الكبيرة عمي، يجوز بي انقص من الرضاعي الكبيرة بس ما يردون يسوون قانون السنة فكوا يا اخي. اذا هؤلاء المراجع المجرمين السفلة الذين لا يرحمون رضيعة ولا يرحمون امرأة عملوا معاملة حيوان، دول مو من عندنا، دول مو من اهلنا، دول مو من شعبنا، دول لازم نضربهم 100,000 قنطرة، لازم نبصق عليهم كل صباح ومساء، لازم نجعل من صورهم نطبعها على أوراق ونمسح بها الرضيعات، تقولها هذا اللي يريد يفخذك تفضله هو ومعبتك. يا شعبنا ما همنا. تطبيق سومر. تطبيق سومر. تطبيق سومر.
تطبيق سومر. تطبيق سومر. تطبيق سومر.